كيفاش خوتنا وحبابنا وصحابنا والناس الزوينين ديالنا، مرحبا بكم في لاشين ديالكم ايمن فاغابون. المهم اخوت على كاع تكونوا بخير ولا خير، ان شاء الله تكونوا كاع دوزتوا شي ويكاند يكون مزيان مفرقع، واخا مع الكورونا هادي ما كاينش فين تمشي ما كاينش فين تجي، ولكن الحمد لله الفرج قريب ان شاء الله. المهم الخوش ندوا على بركه الله، قلنا سؤال عن الطريق، السؤال عن الطريق بالالمانيه هي فخاغن ناخ ديم فيك، فخاغن تعني السؤال، ناخ ديم فيك يعني عن الطريق. نبداو باول جمله واللي هي شنو هي افضل طريق الى الى، وانت كتزيد من اللي عندك، باغي تمشي لدورتموند كتقول لي شنو هي افضل طريق الى دورتموند، دوسلدورف، هامبورغ. انا نعطيكم مثلا هامبورغ، دابا بغيت نسول شي واحد بالالمانيه غنقول لي فيلشير از ذا بيست فيغ ناغ هامبورغ، فيلشير از ذا بيست فيغ ناغ هامبورغ، يعني الطريق احسن، يعني احسن طريق اللي غادي يديني لهامبورغ. ندوز للجمله الثانيه ويا شي واحد باش تقول لي وريني من فضلك هاد الشارع هذا، تقول لي تسايغن زي مي بيتا دي شتخاصه، شتخاصه يعني هي الشارع ولا الزنقه، شتخاصه zeigen Sie mir bitte die Straße. ندوزو للجملة التالية واللي هي شي واحد بغيتي تقول لي تقدر تقول لي كيفاش نمشي يعني المكتب البريد وفهمتيني، ولا المدينة ولا هذه، غادي تقول لي können Sie mir sagen wie ich nach zum Beispiel wie ich nach Hannover fahren kann، يعني كيفاش نقدر نمشي، واش تقدر تقول لي كيفاش نقدر نمشي لمدينة هانوفر، يعني können Sie mir sagen في ايش ناخ هانوفا فاغن كان، ولا باش تقول لي بغيت تمشي زعما للبوسطه تقدر تقول لي كون زي ميزاغن في ايش تسوا بوست جين كان، يعني كما كنبقاو نقولوا انت خصك تشد غير هذه هاد الجمله ديال كون زي ميزاغن في ايش، فهمتيني واش تقدر تقول لي كيفاش انت كتزيد من عندك، يعني واش باغي تمشي لمدينه تسول ولا المدينه، باغي تمشي شي ستاسيون تاع ليسونس غادي تسول ولا ستاسيون ديال ليسونس، يعني كيبقى كما نقولوا داك الشيء في السيتياسيون ديالك اللي فيها نتايا وعلاش كتسول. نمشيو للجمله اللي من بعدها واللي هي تقدر تقول لي اش من اتجاه، يعني تقدر تقول لي زعما اش من اتجاه نمشي، ان فيلشا غيشتون موسيش فاغن، يعني ان فيلشا غيشتون موسيش فاغن، يعني اي اتجاه نقدر نسلك، ان فيلشا غيشتون موسيش فاغن، يعني دابا فاغن يعني يعني تكون عندك انت طوموبيل ولا شي حاجه وكتبغي تسول ان فيلشا غيشتونغ موسيش فاغن، فاغن الا كنت شي زعما بشي وسيله نقل، اما الا كنت شي لرجليك غادي تقول لي ان فيلشا غيشتونغ موسيش جيهن، جيهن كدل يعني تمشى، يعني تمشى جيهن يعني كدل على انك انت يعني كما تنقولوا حنايا على رجليك، وكتزيد فهمتيني فاش تقول ان فيلشا غيشتونغ موسيش فاغن ودا ان فيلشا غيشتون موسيش جيهن، وكتزيد من عندك انت فين باغي تمشي. ندوزو للجمله التاليه، الا شي واحد باغي تقول لي زعما شحال باقي من كل من كيلومتر حتى لمدينه هامبورغ، يعني بغيتي تسول زعما شحال من كيلومتر مازال باش توصل لمدينه هامبورغ، غادي تقول لي في فيلا كيلومتر زند اس بس هامبورغ، في فيلا كيلومتر زند اس بس هامبورغ، يعني شحال من كيلومتر مازال على هامبورغ. الا بغيتي تسول زعما فو بغيتي تسول المكتب البلديه، مكتب البلديه بالالمانيه داس غات هاوس، يعني البلديه ولا العماله كما تقولوا حنا عندنا العماله، بغيتي تسول شي واحد تقول لي فو اس داس غات هاوس، فو اس داس غات هاوس، فين هو مكتب البلديه. ندوزو للجمله الثانيه، شي واحد بغيتي تسولو على الكوميساريه يعني على مركز الشرطه اللي نجينا ونجيكم من هذوك صحاب الحال، غادي تقول لي فو است دي بوليتساي واخا، فو است دي بوليتساي واخا، يعني فين هي الكوميساري، فين كاين الكوميساريه. بغيتي تسول على البلاكه ديال الطوبيس، بلاكه تاع الطوبيس، غادي تقول لي فو است دي بوس هالت شتيلا، فو است دي بوس هالت شتيلا، يعني هي البلاكه ديال الطوبيس كما نقولها تيرميني، ماشي تيرميني بصح بلاكه تاع الطوبيس ملي غادي تركب. بغيتي تسول زعما على شي ستاسيون، شي ستاسيون كما كتعرفون ستاسيون كتمشي كتدير منو ليسونس وكتلقى عندهم كما نقولوا في نفس الوقت كيوسك، يعني بغيتي تشري الدخان، بغيتي تشري الجورنال، بغيتي تشري قهوه، خبز، كرواسا، يعني هادو هما لي ستاسيون كاينين هنايا. غادي تقول لي فو اس دي نيكس تانك شتيلا، يعني فين كاين يعني زعما بحال هكا شي اقرب ستاسيون، فين كاين اقرب ستاسيون، فو اس دي نيكس تانك شتيلا. ندوزو شي واحد بغيتي تسول، دابا انت كتسول
سولش بحال دابا انا غادي نسولك انت، غادي نقول لك فو از دي نيكست تانك ستيل، انت غادي تقول لي راه كاينه مع الدوره، يعني غتمشي بحال زعما السؤال اللي قلت انا، يعني فين كاين فين كاين اقرب ستاسيون، انت غادي تقول لي خصك تمشي ديريكت وغادي تدور على اليسار ديالك، وانا اللي بغيت نقول لك زعما بشحال بعيد لا مشيتي رجليه، غادي نقول لك في فايت اس اس سوفوس، في فايت اس اس سوفوس بس تو تانك شتيلا، فهمتيني؟ في فايت اس اس سوفوس بس تو تانك شتيلا، يعني شحال غادي شحال بعيد عليا لا مشيتي رجليه حتى للستاسيون، يعني هذا هو المعنى ديالها. المهم دابا ندوزو الاتجاهات اونتن، تعني لتحت تحت اونتن، اوبن فوق، اوبن فوق، يمين غشت، يسار لينكس، يعني ما عرفتش الكاميرا انا غادي تبان لكم انا هي هذيك واش غادي يبين الاتجاه ولا لا، ولكن نتوما غادي تفهموا غير من الهضره. دابا غادي ندوزو كيما نقولوا حنايا الاتجاهات، نبقاو في اتجاهات الغرب، الغرب كتعني فيست، غرب فيست، شمال نورد، الجنوب زود، والشرق اوست، اوست. المهم الخوت كان هذا هو الدرس ديال اليوم، درس خفيف ظريف كما قلت لكم، انا الناس انا الحمد لله انا باقي عندي الناس كما نقولوا هنا اللي انتريسي باللغه، تيقول لك خويا حنايا واخا ما تسميتو واخا كنتعلموا منك انت غير بالطريقه اللي كتلقي بها اللغه ديالك، اللغه الالمانيه كتوصل لنا حنايا يعني كناس ديال سواء جزائريه سواء مغاربه، توانسه قليل اللي تيفهمونا مي ماشي مشكل، يعني كما قلنا الحمد لله على المغاربه والجزائريه كما تقولوا تقريبا، يعني كيف كنفهموا بعضياتنا، والتوانسه كذلك غير كاينين كما نقولوا حنايا على حساب كتبقى على حساب اختلاف المناطق، و يعني كل منطقه وكتلقى بحال دابا الناس في الجزائر الناس ديال الوهران ديال الغرب كيهضروا ماشي بحال الناس ديال العاصمه ولا ديال الشرق ديال قسنطينه ولا ديال العنابه ولا هادي، وكذلك حنا عندنا كما قلنا الامازيغ البلاصه ديال الشمال كيهضروا هضره اخرى سميتو، والجنوب كيهضروا يعني لهجه اخرى، وفي اللي في كازابلانكا ولا في الرباط ولا في العاصمه كتلقاهم بها كيهضروا تما، يعني كما نقولوا هنايا كتبقى اختلاف من لهجه لهجه ومن منطقه لمنطقه، ولكن حنا الحمد لله كاع خوت وكاع مسلمين. المهم اخوت ندوزو لكلمه اليوم ولا كلمه الحلقه واللي هي ايش بين بيجايستر، ايش بين بيجايستر يعني انا متحمس، انا متحمس، ايش بين بيجايستر يعني انا متحمس. المهم كنتمنى انه الدرس ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، انا غادي معكم كما تنقولوا درجه درجه، انا كنمشي دابا على حساب لي كومونتير ديالكم، ان شاء الله ما واحد القناه كتكبر غادي وكتكبر غادي كما قلنا درجه درجه، خلاها بلا شاب بلا درجه درجه، انا بغيتي توصل وعندك غير طيح، قال لك عندك غير طيح، حنا ما نطيحوش ان شاء الله، واخا كاينين شي وحدين انا باقي هو تا ايماجيني معايا، انا باقي عندنا لاشين باقي غير صغيره اصاحبي، باقي غير ها كنفيدو بها الخوت، انا ما باغي نصور من حالي والو، كتلقى واحد ولا شي واحد كتحفر لك، لا ما عندكم ما تصوروا منا والو، حنا يعني راه ولاد الشعب تنعاونوا في ولاد الشعب، سالين راه باغي ندو معانا والو من الدنيا، باغي ندو معانا الفعايل ديالنا وصافي، ورده الوالدين ورده ديال الله سبحانه وتعالى، اما انت عاطي الله هنا الله اللي شاط، حنا كنعرفوا كيفاش نجيبوا الخبز ديالنا هنا في هذه البلاد هذه، كنجيبوا طرف دوك ديال الخبز ديالنا تنوقفوا مع الرجال واللي هما رجال، وكنوقفوا مع العيالات اللي هما عيالات، اما دوك ديال السخفانين وما عندناش مع السخفانين حنايا، كاش انا اي واحد كيجري في الخير وباغي يجي لهاد البلاد هادي راه شي هذاك تيكونتاكتيني بريفي راه تنقول ليه شنو هو كاين، كتعرف شي حاجه كنقول لك اش كاين، ماكش تعرف راه كنقول لك خويا اسمح لي راه ما نقدرش نصدرك انايا ولا عندك شي حاجه شي معلومات غالطه، سول شي واحد اخر، سمعتوني الخوش، وانا الحمد لله غادي شويه بشويه، وراه كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، والناس اللي تدخل جديده تتفرج ما تنساش ابوني، وخلينا شي لايك 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 لايك، واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه ولا شي شي غلط في اللغه الالمانيه ولا شي حاجه اكتبوا لي في كومونتير، انا تندير لكم هادشي يعني من خلال داكشي اللي تعلمته هنايا، وضروري كنبحث شويه كنحاول نكتب لكم نخرج لكم داكشي كامل الناس سميتو، يعني نكتب لكم داكشي صحيح باش نتوما ما تمشوش كما نقولوا حنايا في تكتبوا شي حاجه غلطه واش بقى داخل عليكم في دماغكم شي حاجه غلطه، وكنتمنوا الخير لكل شيء والله يسهل على الجميع، كما قلت لكم البارطاج دعمونا غير بالبارطاج وبلايك، واللي ما تابوناش يتابونا، واللي دخل جديد يهبط يورك على داك الجرس الصغير باش تشري تلاح شي فيديو بحال هكا على شي يعني شي فيديو زعما يكون مهم على الهجره ولا يعني تعلم اللغه ولا شي فيديو يوصلك نتايا تفرج فيه يعني وتعرف شنو هو كاين،
يلا خوت، تبارك الله عليكم. كان معكم ايمن فاغابون، ربي معكم، و تشاو تشاو.